قال رئيس لجنة التحقيق المصرية في حادث تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه لا دليل حتى الآن على وجود عمل إرهابي أو جنائي وراء سقوط الطائرة، وأضاف أن اللجنة المصرية توصلت إلى ذلك بعد استكمالها تقريرا أوليا بشأن الحادث وأنها مستمرة في عملية التحقيق. يذكر أن روسيا أعلنت منتصف الشهر الماضي أن تفجيرا إرهابيا بقنبلة كان السبب وراء سقوط الطائرة، وهو ما رجحته أيضا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.